الرئيس السيسي النهارده زار 4 دول افريقيه. عايز اقول لك ده خبر مفروض ما نعديش عليه بسهوله، يعني خبر مهم. هيجي يقول لك ده زار تشاد، ده تشاد، وزار كمان تنزانيا، رواندا، الجابون. يعني دي الجوله اللي هيعملها النهارده، بدا بتنزانيا. ايه اهميه الدول دي؟ الدول دي نقدر نستفيد منها؟ طيب ليه 4 دول دفعه واحده؟ هل في علاقه ما بين الزياره دي وما بين سد النهضه؟ معايا على التليفون استاذ الموارد المائيه، استاذنا الدكتور نادر نور الدين. مساء الفل دكتور نادر. مساء الخير يا استاذ محمد. عاوز اعرف من حضرتك، هي الجوله اللي بيعملها الرئيس السيسي النهارده، هل ترى انها جوله يعني مهمه؟ طب السيسي عاوز ايه من ال4 دول دول؟ هل داخل فيها موضوع سد النهضه مثلا؟ الحقيقه انا بشوفها جوله مهمه للغايه، وتفكير ممتاز من السيد الرئيس من ناحيه عوده مصر الى افريقيا وعوده افريقيا الى مصر، لاختيار الدول ايضا بعنايه شديده، دولتين من دول منابع النيل اللي هم تنزانيا ورواندا، ودولة تشاد اللي الحقيقة كمان هي تقع جنوب ليبيا وعلى حدود ما بين السودان مع مصر مع ليبيا، وكان أصلا في نهر قديم بيجي من بحيرة تشاد إلى مصر كان اسمه النيل الأصفر، وهي مصدر إمداد للمياه الجوفية في كل الصحراء الغربية، كان جاي كله من بحيرة تشاد، ولها أهميتها وربما يكون لها اهميتها لو خرج موضوع ربط نهر الكونغو مع نهر النيل في يوم من الايام، انه لازم يمر عبر تشاد او افريقيا الوسطى مع شمال السودان او السودان الشمالي، ثم الجابون في دول غرب افريقيا. وده مهم قوي ان احنا كمان دول غرب افريقيا من الدول اللي الرؤساء المصريين بيزوروها بقله، نيجيريا والكاميرون والجابون. طب قول لي السيسي وهو قاعد مع رئيس تنزانيا او رؤساء ال4 دول، هو في ايده ملفات ايه عايز لما يرجع يقول انا نجحت في الزياره دي؟ شوف، اولا انه سد النهضه بدا من عنتيبي، ما بداش من ثوره يناير فقط، انما اتفاقيه عنتيبي اللي اثيوبيا سعت ليها وتوقعت عام 2010 في شهر مايو في أوغندا، كان إثيوبيا نجحت في استقطاب تنزانيا وكينيا وأوغندا ورواندا وبروندي للانضمام إلى اتفاقية إعادة توزيع مياه نهر النيل، وكان المستهدف بها مصر، رغم أن دول منابع النيل الأبيض مش بيجي منها لكمية قليلة من المياه، 15% فقط، أي يعني نحو 12 إلى 13 مليار متر مكعب فقط من كل مية النيل، و85% بيجوا من إثيوبيا، إنما إثيوبيا نجحت في استقطابهم عشان التخديم على مخططاتها المستقبلية بمحاولة الاستيلاء على المياه والأنهار وإنها تقيم السدود. وبالتالي كان تنزانيا لها تصريحات مشجعة في الأيام الماضية، وقالت إن اتفاقية عنتيبي ينبغي إعادة النظر فيها، لأنه من الظلم أن نحكم على مصر بخصم مخصصات مائية وهي دولة كثيفة السكان ودولة صحراوية وتحتاج إلى كل قطرة مياه. وبالتالي بدأوا يفهموا الدور الإثيوبي في استقطابهم إلى أو جرهم إلى مشاكل لإبعادهم عن مصر، حتى في الزيارات اللي بيقوم بها السيد الرئيس اللي هو المنابع النيل زي مزار أوغندا مثلا، تلاقي في الأسبوع التالي على طول رايح رئيس وزراء إثيوبيا عشان يفسد نتائج المباحثات اللي عملها المسؤولين المصريين مع دول منابع النيل الابيض. تنزانيا من اكبر الدول المحبه لمصر، اكبر دوله زراعيه في دول منابع النيل، عندها حوالي 122 مليون فدان، هي اكبر جاذب للاستثمار من كل دول عندها العالم. 122 مليون فدان، احنا عندنا 8 مليون مش كده؟ احنا كل اراضينا 8.5 مليون فدان، عندها هي 122، عندها استثمارات من الصين، من كوريا، من كوريا الجنوبيه، من الهند، من المملكه السعوديه، من الامارات، من بيروحوا يزرعوا هناك. بيزرعوا لانها اكبر دوله وفره مائيه، لديها عشرات الانهار بخلاف نهر النيل، هي اللي بتمد يمكن 60% من مياه النيل الابيض جايه من انهار تنزانيا، حتى الانهار اللي قادمه من رواندا وبروندي لابد ان تدخل الاراضي التنزانيه ثم منها الى بحيره فيكتوريا اللي بينبع منها النيل الابيض. اذا هي دوله شديده الاهميه بالنسبه لمصر، محبه لينا ولنا معها. عشان كده بدا بيها النهارده الرئيس السيسي. انا بشكرك استاذنا الدكتور نادر نور الدين. لازم نطلع فاصل نشره راس الساعه
زيارة مهمة لأربع دول، زي ما بيقول دكتور نادر نور الدين، بنتكلم في مية، بنتكلم في إن احنا نزرع بره. هي الفكرة باختصار إيه؟ إن أنت عندك حصة مائية قد كده، جزء منها بيروح طبعا للزراعة، لزراعات شرهة زي الرز مثلا. طب ما أنا أروح أزرع المحاصيل دي بره. طبعا بيحصل تفاهم بينك وبين الحكومة هناك في تنزانيا مثلا، أو الدول المطيرة، تاخد نص المحصول وأنت نص المحصول، حاجات بهذا الشكل. الفكرة كويسة، وان انت تحاصر اثيوبيا بقى، ما تتركش الملعب الافريقي بهذا الشكل، اثيوبيا تعمل اللي هي عايزاه. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل مواطن سوري مقيم في السعوديه كاتب على الفيسبوك بيسال السوريين اصحابه اللي قاعدين في مصر، بفكر اصفي وكل اللي علمه 150 الف جنيه ينفع اجي مصر؟ شايفين مصر كويسه بحيث ان انا اجي اقعد فيها انا واسرتي؟ الإجابة هقول لك كل الإجابات اللي قالها زمايله السوريين ليه على صفحته الفيسبوك. نطلع فاصل.